التقى الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج بعدد من أعضاء اللجان المعنيين والحجاج البحرينيين والمقيمين ممن تضمنهم بعثة أداء فريضة الحج لهذا العام. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دائما ما تحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات لتوضيح أبرز الإرشادات وتقديم المعلومات الهامة المتعلقة بتأدية هذا الركن الهام من أركان الإسلام. ما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن موعد يشد من خلاله المسلمون رحالهم كل عام لتحتضنهم مكة المكرمة المدينة المقدسة ليلبوا النداء لأداء ركن هام من أركان الإسلام الخمسة ألا وهو الحج الذي يكفل للحجيج خلاصهم من الذنوب والخطايا ليعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. وفي كل سنة ومع اقتراب هذا الموسم الروحاني تعمد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى الوقوف على أبرز الاستعدادات والبرامج التي تم وضعها والمتعلقة بسلامة الحاج البحريني والمقيم على حد سواء وسهولة إتمامهم لفريضة الحج. في هذه السنة طبعنا يعني مجموعة من التعليمات التي ينبغي أن يلتزم بها المقاول ويلتزم بها الحاج لتسير عملية الحج إن شاء الله بكل سهولة ويسر. الجانب الطبي يأتي كأحد أهم الركائز التي تضمن العلامة الكاملة لنجاح موسم الحج، لذلك تم توفير ما يزيد على 40 طبيبا وممرضا، ناهيك عن الاستعانة بعدد من المختصين في مجال توثيق السجلات الطبية لمتابعة الحالات المرضية كل على حدة. الكادر مكون تقريبا 40 فرد من بين أطباء وتمريض وصيادل وفتشين صحيين ومسجلين وكتبة. طبعا البعثة إن شاء الله راح تقدم خدماتها في مكة وعرفة ومنى، راح تستقبل على مدار الساعة 24 ساعة جميع الحجاج البحرينيين اللي يحتاجون الرعاية الطبية الكاملة إن شاء الله. 3700 حاج بحريني، عدد يستحق إعداد العدة الأمنية التي تكفل أمنهم وسلاسة تنقلهم، أمر أعارت له الوزارة كامل الانتباه لتضعه ضمن أهم الأولويات الواجب رسمها وتطبيقها على أرض الواقع. بإذن الله راح يكون دورنا كلجنة أمنية من ناحية سلامة الحجاج والأمن، اي مخالفات راح ترتكب، اي اجراءات راح تصير من الجانب السعودي راح نتساعد مع الجانب السعودي في اخذ القرار في الحج، وراح نشرف طبعا على جميع المخيمات من ناحيه سلامه من ناحيه ترتيب. عند الاستعانه بمنطقيه تلازم حدود الواقع من كل جانب تتلاشى المعضلات التي قد تقف امام زوار بيت الله الحرام لينعموا بحج مبارك وسعي مشكور. لقاء خصص لحجاج بيت الله الحرام من البحرينيين والمقيمين على حد سواء من أجل إلقاء جملة من التعليمات التي تضمن أداء أمثل لفريضة الحج بعيدا عن أي معيقات قد تعكر صفو الأجواء الروحانية التي تلازم إتمام هذه الفريضة. لتلفزيون البحرين محمد الرشادات.